أهلا وسهلا ومرحبا بكم كامل يا العزاز. معايا أنا مريم من قناتكم بوني دي في سهرة جديدة من سهراتنا الرمضانية الحلوة بحضوركم اليوم إن شاء الله. إهداء صغير لحبيبتي أسماء السومة اللي دايما تتابعني ودايما نقرأ من عندها تعليقات حلوين، ربي يحلي ياماتها. بلا ما ننسى نبعت بوسة كبيرة لولادها آدم وميار. تاني ما ننساش نبعت بوسات كبيرة لولاد أختها مرام دينا وإياد. يعطيكم الصحة كامل على المشاركة ديالكم وعلى التعليقات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، ربي يخليكم كامل ليا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح نعطيكم اللغز تاع الحلقة، لكن راح نعطيه دركة لأنه بزاف من البنات قالوا لي ما راناش نشوفوا المنتدى، ما راهمش يلحقونا الألغاز كي راكي ديريهم في المنتدى. فإن شاء الله ابتداء من اليوم الألغاز راح نمدها في بداية الحلقة ونجاوب عليها إن شاء الله بعد نهاية القصة تاع اليوم. نبدأ إن شاء الله على بركة الله باللغز تاع نهار اليوم. السؤال تاعنا تاع نهار اليوم يقول: كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة رايحين تسمعوها إن شاء الله مور القصة تاع نهار اليوم. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في هذاك الوقت وهذاك الزمان كانت واحد المرأة معروفة في المدينة تاعها بالمكر تاعها وبالشر اللي تديرو في الناس. زوجها راح للجهاد منذ أكثر من 10 سنوات وما بان عليه حتى خبر. هذيك المرأة حبت تطلق وتعيش كما كامل النساء حرة من هذا الزواج، خاصة أن زوجها غايب عليها منذ سنين عديدة. في يوم من الأيام كانوا تجار المدينة مجمعين في الساحة تاع السوق. خرجت المرأة وراحت لهذيك الساحة وقعدت عيط: شكون اللي يعاوني على قضاء حاجتي ونعطيله 20 دينار؟ شكون اللي يعاوني ونعطيله 20 دينار؟ التجار كامل واحد ما حب يجاوب عليها لأنهم كانوا يعرفوها ويعرفوا الشر اللي يديروا في الناس. إلا واحد فيهم اداها طمع، قال: نروح نشوف وش تحتاج، ربما نقدر أني نعاونها في الشي اللي تطلبه وندي 20 دينار. شدوها أصحابه التجار وقالوا له: خود حذرك، هاد الإنسان راهي معروفة هنا في المدينة، شحال من واحد دارت فيه عمايل كبار، أخطيك. قال لهم: خلوني، انتوما ما تعرفوش صلاحكم، شكون فيكم اللي يضيع 20 دينار هكذا كبرك؟ راح هذاك الراجل عند المرأة وقال لها: يا أختي، وشنو هو هاد الشي اللي راكي حابة نديرو باش تعطيني 20 دينار؟ قالت له: يا أخي، أنا زوجي متغيب عليا مدة 10 سنوات وراني حابة نطلق، لكن مادام غايب هاد الأمر مستحيل، فالشي الوحيد اللي نطلبه منك أنك تجي معايا للقاضي تقول باللي انت هو زوجي، أرجعت بعد الغياب وراك حاب تطلقني. قاعد هذاك الراجل يتساءل، قالها: يا أختي، خليني حتى نسقسي على هذا الأمر ونخمم مليح. قالت له: ما كاش مشكل، سقسي براحتك. راح هذاك التاجر وسقسه في المدينة: يا هل ترى هاد المرأة صح راجلها غايب عليها 10 سنوات، راح للجهاد وما بانش؟ كل الناس تاع المدينة أكدوا له هاد الحكاية، حقيقة زوجها غايب عليها ومن نهار راح للجهاد ما بان عليه خبر. طمأن التاجر وقال باللي المرأة ما راهيش تكذب عليه
ومحال أنها راح تنصب عليه بما أنه الأمر حقيقي، فما كاين حتى حاجة يتخوف منها. في اليوم الموالي راح التاجر عند المرأة وقال لها راني قابل نأدي لك العمل اللي قلتي لي عليه، وجدي برك دراهمك. العشية هذيك راح التاجر مع هذيك المرأة الماكرة عند القاضي. دخلوا على القاضي وقالت له يا سيد القاضي، هذا زوجي اللي غاب عليا مدة 10 سنوات راهو أخيرا جا، لكن للأسف جا وهو حاب يطلقني. القاضي سأل التاجر قال له صح أنت زوجها؟ قالوا نعم يا سيد القاضي أنا هو زوجها. وقال له صح رك حاب تطلقها؟ نعم يا سيد القاضي أراني حاب نطلقها. دار للزوجة قالها وانتي راضية بهذا الطلاق؟ قالت له وش ندير يا سيد القاضي، هذا قراره وما عنديش وش ندير، أراني راضية وأمري لله. مال القاضي طلب من الزوج أنه يطلق الزوجة تاعه بحضوره باش يكون شاهد. هذاك التاجر قال للمرأة أنت طالق، فرحان وراه غير يستنى وقتاش يخرجوا ملتم باش يدي ال20 دينار تاعه. لكن المرأة الماكرة الخطة تاعها كانت غير هاد الشي، قالت للقاضي باللي راجلها غاب عليها مدة 10 سنوات بلا ما يعطي لها حتى نفقة. قالت له إذن أنا راني نطالب بالنفقة تاع مدة 10 سنوات وزيد عليهم نفقة الطلاق. القاضي قال لها يا بنتي هذا حقك وأكيد راح نحكم لك به. دار القاضي حساباته وطلعت النفقة تاع 10 سنوات 2000 دينار. قال له القاضي للتاجر درك تعطي لها دراهمها. جا راح ينطق التاجر ويقول لا يا سيد القاضي أنا ماشي راجلها، لكن بينه وبين راسه تفكر قال لو كان نقول للقاضي باللي كذبت عليه وش راح يكون مصيري غير أني أجلد وأسجن. قال ما عليا غير نرضى بالشي اللي راه صاري لي وندفع لها 2000 دينار. خرج مسكين التاجر من جيبه كيس تاع نقود، اعطالها 2000 دينار، وكي خرجوا من عند القاضي اعطت له هي 20. ولا مسكين يندب على حظه وقاعد يقول يا ريتني سمعت كلام صحابي التجار وما طمعتش في 20 دينار وقعدت في حالي، راني خسرت 2000 على جال 20. الحكمة من القصة تاعنا تاع نهار اليوم يا البنات انه الانسان ما لازمش يديه الطمع، وتاني لازم يسمع نصيحة الناس اذا نصحوه، وما يتهورش وما يعمل حتى عمل قبل ما يعرف العواقب دياله. هذه هي حكايتنا لنهار اليوم يا حبيبات قلبي، نتمنى انها تكون عجبتكم، استمتعتوا بها واستفدتوا منها ان شاء الله. درك يا البنات جوزوا معايا نسمعوا الإجابة على اللغز تاع نهار اليوم. السؤال تاعنا كان يقول كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة هي مرة واحدة وهي حجة الوداع. ودرك يا الزينات أعقدوا أنويو وتفضلوا معايا نسمعوا بقالة اليوم. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وعليك انتي اللي راكي تسمعي فيا هاد البقالة نويت. اللي تربى في حجر يماه عيب يقول الدنيا صعيبة،
إذا هو نساها هي ما تنساه، حتى إذا راح وطول الغيبة. الأم نعمة أحمد عليها الإله، اسأل لي تيم يقول لك ويحكي لك التجربة. وبهذا نختم القعدة تاعنا تاع نهار اليوم، اللي نتمنى إن شاء الله أنها تكون عجبتكم، استمتعتوا بها ونحات لكم على خاطركم. احنا الموعد تاعنا يتجدد غدوة بإذن الله، نفس التوقيت ونفس القناة، كونوا كامل حاضرين إن شاء الله. أنا مع اليادوك غنقول لكم تصبحوا بخير، صحة صحوركم، وإلى الغد إن شاء الله.